سمعت من بريدي ومن رئيس المجلس تحدث عن استحداث الفرص لجميع الأمريكيين، ولدينا أيضا قوانين أخرى. جون اف كينيدي بطبيعة الحال وفي عهده أطلق أسبوع الاحتفاء بالشرطة، ونحن مدينون لرجال ونساء الشرطة، ونحن طبعا ممتنون لهم لإحلال الأمن والسلامة في أحيائنا وفي شوارعنا. والشرطة أصبحت مثالا يحتذى به، ولكن 118 ضابطا قتلوا في العام الفائت، آباء وأمهات وأصدقاء. نريد أن نشكرهم لخدمتهم، ونريد أن نشكرهم لتضحياتهم. لذلك سوف نأتي بقانونين، ديف رايكارد وهو شريف، وأيضا ثيم بلو لاين أكت وهو أيضا قانون آخر. وسوف نتأكد أيضا من وجود الأدوات جميعها لوكالة إنفاذ القانون. في الليلة الفائتة عززنا من قانون مكافحة الجرائم السيبرية، وكما تعرفون هناك أكثر من 300,000 آلة في 150 بلدا اعتدي عليها وقرصنت. واليوم سوف نسمع ويل هيردز وحكومة تعديل المجالات الإلكترونية. 80 مليار دولار ننفقها على قطاع التكنولوجيا، و80% منها برامج إرث. إذا ما حدثنا الحكومة فإن ذلك سيفضي إلى حكومة مساءلة ناجعة فعالة لجميع الأمريكيين. هذه هي بعض التفاصيل التي سنمررها في هذا الأسبوع ونعرضها على الكونغرس. أثني على بريدي وإطلاقه إصلاحات منظومة الضريبة لكي نعيد المياه إلى مجاريها، ولكي نعزز من استحداث الفرص وندفع بعجلة الاقتصاد ونعزز النمو، ونأتي بالشركات التي غادرت أمريكا لتعود إلى أراضينا. من الأهمية بمكان أن نقر بأسبوع الشرطة في لويزيانا. خسرنا أو فقدنا 10 ضباط، وثلاثة منهم كانوا قد قتلوا في يوليو في السنة الماضية في يوم واحد. وهنالك ضابط لا يزال متأثرا وهو نيك توليا، ومتأثر بسبب جراحه. لقد قابلته وهو يكافح لغاية الآن، ولكنه رجل صلب ولديه أسرة صلبة. نيك نصلي له وندعو الرب ليحميه، ونريد أن نعزي ذوي الضحايا الذين سقطوا. يجب علينا أن نتذكر الضباط، ضباط الشرطة، ونرفع قبعتنا لذويهم. وهنالك أيضا شخص آخر، السيد الذي دفع بقانون ستيف ليسن، وهذا التشريع مررناه منذ سنتين عندما وفي عام 2014 ميديكير، البرنامج الصحي الذي يعنى بالمسنين، كانت تلك البرامج التي تتصدى لأمراض مزمنة، وبالتالي احتجنا إلى قانون برلماني من الكونغرس، وبالتالي مررنا في عام 2015 قانونا لكي لا نمنع أي شخص من رفع عقيرته والتحدث عن ما يجري، ولا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. ستيف ليسن طبعا جلست معه وسلط الضوء على هذا الأمر. موس روجرز أيضا قامت بذات الشيء لتسليط الضوء على حقيقة أننا لن ندع هذا القانون تنتهي صلاحيته. ستيف جليسن هو طبعا مصدر إلهام، ونموذجه نموذج مميز لا يعنى بالرايات البيض، لا يرفع راية بيضاء. هذا يعني أنه مستمر في تصميمه، وهذا القانون سوف نجدده لا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. شكرا ستيف. كما قال رين، هذه فرصة لتمرير
قانون الإصلاح الضريبي، وهذا أمر أساسي وقضية عملنا عليها لأشهر، تحدثنا بشأنها لسنوات، وأتيحت الفرصة الآن لتمريرها. نحن نمسك بزمام الأمور في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب في الكونغرس، والرئيس يعرف أن هذه أولوية ويجب أن نتبع قدما بها في هذه السنة. أمريكا تحتاج إلى إصلاح ضريبي، إن منظومتنا معقدة للغاية في بلدنا، ولكن الذين يعملون بدأب يعاقبون. ثمة خطب ما، وبالتالي بطبيعة الحال في 15 أبريل هو يعتبر اليوم الضريبي، والناس بطبيعة الحال يملؤون إقراراتهم الضريبية، ولكن يتعين على سبيل المثال أن لا يكون ذلك اليوم مرتبطا بالضريبة. الأمريكيون طالبوا بهذا الإصلاح، وفي هذه في هذا الأسبوع سوف تعقد جلسة استماع لتمرير هذا القانون، لأن هذه الطريقة التي ندفع فيها الابتكار وندفع بعجلة الاقتصاد ونستحدث الفرص. أريد أن أشكر أيضا الرجال والنساء الذين لعبوا دورا أساسيا في وكالة إنفاذ القانون في هذه العاصمة وفي كافة أرجاء البلاد. هذا هو أسبوع الشرطة كما قيل، ومن همتي بمكان أن نشكرهم وأن نمعن النظر في أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجلي. أنا أمثل طبعا شرق واشنطن ومايكل أس، وهو نائبه الشريف الذي ضحى بحياته، ولكننا لن ننساه أبدا وننسى خدمته. شكرا. هل من أسئلة؟ السؤال غير مسموع، ولكن سؤال على ما يبدو مرتبط بترامب وما جرى لكومي. هناك الكثير من التقارير، وأعتقد أن هذا يحتاج إلى تمحيص. أنا سأقول لك ما قلته سابقا، نحتاج إلى حقائق. من الواضح أن هناك أشخاص يريدون أن يلحقوا الضرر بالرئيس، ولكن لدينا التزام للقيام بما نقوم به بغض النظر عن ما يدور، ولذلك لا يجب أن نقذف بالغيب، يجب أن نأتي بالمعلومات جميعها. بطبيعة الحال إن اللجنة طلبت هذه المذكرة، ونحن متأكدون أننا سنسمع من السيد كومي لماذا إذا ما حصل كما زعمه لماذا لم يتخذ إجراءات في حيله. هناك الكثير من الأسئلة المعلقة، وما قلته للأعضاء أنه حان الوقت لجمع الأدلة ذات الصلة، ومهمتنا أن نكون مسؤولين يقظين وأن نركز فقط على جمع الحقائق، وهذا ما يقوم به الكونغرس من خلال تعزيزه للذراع التنفيذي. سوف أدعو الأمر منوط باللجنة. تذكر هنالك تحقيق في الـ FBI، هناك تحقيق أيضا في مجلس الكونغرس وفي مجلس الشيوخ، هناك 3 تحقيقات. لا أريد أن أقزم ما يجري، ولكن النقطة هي التالية، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن التخمينات والتسييس، هناك كثير من السياسة تلعب في هذا المقام. مهمتنا هي جمع الأدلة. سؤال غير مسموع. الإجابة تقول أنا لا أقلق بشأن أمور خارج نطاق سيطرتي، أنا أقلق بشأن الأمور التي تقع في حيز سيطرتنا. هناك أمر آخر أريد أن أقوله، أعتقد أن الناس في أمريكا يشغلون التلفاز ويسمعون هذا وذاك، ولكن التفاصيل مختلفة. أريد أن أقول لهم أننا نصلح المشاكل. سمعتم من السيد يتحدث عن إصلاحات ضريبية، لأنه من الأهمية بمكان أن نلتقى العنان للاقتصاد. النقطة هي طبعا سمعتم مني أتحدث عن هذا الأمر، سوف نحول الأقوال إلى أفعال، وسوف نمرر القوانين، وسوف نتبع بعجلة الاقتصاد والإصلاحات، بينما نقوم بالأمور الأخرى المرتبطة بمسؤولياتنا. وفي عام 2018 سوف يفكر الناس فيما قمنا به، هل حلينا المشاكل؟ هل أصلحنا هذه المسائل؟ وهكذا سوف يطلق الأحكام بشأننا. سؤال غير مسموع، ولكن الإجابة تقول الأمر الأخير الذي يمكن أن أقوم به هو أن أطلق الأحكام. كلا، نريد أن نكون يقظين، يجب أن نأتي بالحقائق والأدلة.
كريغ وهو من ولاية ويسكونسن طبعا. أريد منه أن يطرح سؤالا. السؤال غير مسموع. الإجابة تقول لدينا تحقيقان في الكونغرس ولدينا أيضا لجنة أخرى طلبت هذه الوثائق، لذلك الكثير من الرقابة تمضي على قدم وساق، ولكن نحن لا نريد أن نتبع الأخبار التي تمر عبر شاشات التلفاز على مدار الساعة، كلا، نريد أن نأتي بالحقائق والأدلة، وهذا يستغرق وقتا. هناك تحقيق في الاف بي اي بشأن ما يجري في روسيا، وطبعا مهنيون يقومون بهذا التحقيق، وهم مهنيون وسيستمرون باتباع الحرفية، ولا نريد أن نعطل ذلك التحقيق. هناك كثير من الأمور تمضي على قدم وساق، وهذا الدور الفرع التشريعي لكي يمرر القوانين، ونحن لا نريد أن نفي بالمهمة بسرعة، ولكن نريد أن نتبع الأدلة. شكرا لكم.